السلام عليكم حسناء، مرحبا بكم. تشوفوا معنا كيف تركب هذه الاقواس. عندنا 3 ديال الاقواس، كتشوفوا معنا هاد الصوالح كيفاش عاملين، وعادي تشوفوا في الاخر كيفاش غادي تحولوا يرجعوا واحد الديكور. غتشوفوا كيفاش غيتسالوا هاد القواصات وغتردوا علينا، غيرجعوا روعة بمكان، وغتبدل النظرة بصفة شاملة لهاد القواصات، وكذلك فصالة. خليكم معنا في هاد الفيديو. هادو القواص ديالنا اللي غادي نخدمو بيهم، كاينه 4، يعني جوج رافينا وجوج اتجاهات، وكاينه 4. وعندنا هاد السنيفة هادي اللي غتكون مجة طويلة، وعندنا هاد السويريات هادي، كاينه هاد السويريات هادو كبارين، وكاينه هادو الصغارين هما هنايا. المهم غتشوفوهم كاملين. هنا كاينه 3 ديال القواص كيف ما قلنا، غيتشركو كاملين، غيتلاقاو في هاد الفوطو هدا، واحد غيمشي هنا، واحد هنا، واحد غيجي هدا. دابا الخوص كنشدو العبار والركاب، القواصات دايما كنشدو لهم الركاب ديالهم، وكيما كتشوفو هاد الصواري راهم مكرفسين كيبانو، وكاينة تصراوبيز. وهاد المنزل هذا كيما كتلاحظو كان فيه داك بلدي قديم، يعني داك قوس قديم، يعني قوس قديم يعني كيطلع في الراس وما بقاش واكل، يعني هذاك ما بقاش خدام. وعاد تشوفوا التحول اللي غادي نعملو ان شاء الله يا ربي بفضل الله، وكيفاش عاد تشوفوا كيفاش غادي يرجعوا هاد القواص، يعني في الاخر ملي غادي يتسالى ويعطي واحد الديكور. انتم عاد تشوفوه، تبعوا معنا جميع المراحل باش تعرفوا كيفاش باش وصلنا لديك المرحله، واش غيخرجوا بديك الطريقه الرائعه في الاخير. خليكم معنا وتبعوا. اول حاجه الخوت كما كتلاحظوا، ملي كنبغيو نطلقوا هاد الطوليس كنستعملوا الرجله باش ملي كتخلي يجي شي مجال للعويجاج او لا. ما دائما الشعار ديالنا هو الاتقان، والحاجه متقونه في بلاصتها اهم حاجه. باش كنستعملوا هاد الجانتو الصغار، باش حتى الا كان شي يعني بياسه فيها العواجه ولا هادي كتطلقها، كتجي داك الشيء كيجي مطلوق ومقاد نيشان، ما كتخليش كما قلنا مجال فين يعوج هاد الديكور، وكيجي ديك القوس كيجي على حقه وطريقه، وكيجي داك الشيء مطلوق باش كيعطي النظره اللي بغينا في الأرض. من بعد ما كنطلقوا داك السنيف مع الاتجاه ومع الاتجاه الخوت، كنغلقوا ببلاكه، كنطلعوا واحد المقياس، وهادو البلاصه ديال الرونديس كما كنطرطقوهم شويه، وهادو كيف تشوفوا كيفاش كيتغلقوا، يعني كنطلعوا واحد شويه، وهادو نفس منظر الرجله وتطلق مزيان. اهم حاجه هو الحاجه مطلوقه، حاجه في بلاصه. هاد البلاصه ديال المروندين كنطرطقو بلاكه باش كتقدر ترونديهم كما كتشوفوا. ايوب راه معنا، كنرونديهم وكيكون عندنا التراسو، وكنخليو شحال القياس خليت. هاد القوس هذا هو القوس الثالث الخوت، كان قوس طويل فيه شي 4 متر و30، والقوس الثاني فيه شي 3 متر و30، وعندنا هاد القوس هذا فيه شي 2 متر وشي حاجه، يعني شي 2 متر و20. ما كتلاحظوها حتى هما يجيو نفس الفصاله نفس الديكور، يعني حتى هما كنعملوا المركب ديالهم. اهم حاجه هو الركاب والطلق، وانتما تلاحظوا معنا الخوت، وعاد تردوا علينا، تبعوا هذا الفيديو كامل وشوفوا الطريقه ديال العمل، تردوا علينا في التعليقات من تحت الفيديو كيف جاتكم، كيفاش شفتوها في الاول الخدمه، وكيفاش تحولت، يعني باش تحكموا وتعطيونا يعني الراي ديالكم. شوفوا كيفاش كان القواصات، وكيفاش كان الفصاله، وكيفاش تحولت في الاخير.
الشباك. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط على التفعيل الكل. وحراونا قوح الجام ما كتشوفوا الخبز دابا في نسيون ديال هاد الطابق وديال هاد القواصص اللي عملناهم. عندي السوارية صغيرة لان هنايا القوس جا العرض ديالو صغير، وهنا وكذلك هنا عملنا السوارية الصارية كبيرة وصارية صغيرة، حقاش التيجة هدا كبير فيه 27، هادي الصارية قلنا الخبز فيها 27 يعني كدير الصارية كبيرة. هنايا هاد الصارية هادي فيها شي 18 ديال السنتيم، كنعملو لها الصارية صغيرة بحال النيس وهي صغيرة باش كيجيو متناسقين مع بعضهم. ثم شفتوا المنزل كيفاش كان في الاول الخوش، شفتوا ديك الصواري كيفاش كانوا مكرفسين، وشفتوا الفصاله كيفاش كانت، ودابا نتوما كتشوفوا كيفاش رجع المنزل تبدل 24 يعني 24 درجه، يعني ما شاء الله يعني رجع منزل روعه، قمه في الروعه يعني قواصص كيفاش كملوا. وشفتوا حتى ديك البلاصه ديال اللوح دابا، في هاد البلاصه ديال اللوح راكم شفتوها قبلها، اذا شفتوها كيفاش مركبه كيفاش مفينيه، يعني اللي بغى يعمل بلدي الخوت يعرف بلدي اللي يعمل ويختار النوع، يعني بلدي يكون عصري ما يكونش داك بلدي قديم، بلدي راه فيه وفيه. دابا البلدي اللي كتشوفوه هذا بعد ظهر جديد، يعني نكهة عصرية وحاولنا نطوروا فيه، ودخلنا بعد مسائل جداد في حدا داك الروزات ديال الوسط شي مسائل جداد، يعني بلدي وهو بنكهة عصرية، يعني ما تسخاش به وما تسخاش بالنظرة ديالو. اللي ما مشتركش في القناه الخوص وكيدخل اول مره القناه، اما اشترك في القناه فعل لك زر الجرس باش ديما توصل بالديكورات جداد، واي فيديو كنشروه تقدر توصل له ودي معلومات.